قضية جوني ديب وأمبر هيرد تحول محامية الأول من محامية عادية إلى شخص واسع الشهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عالمياً. كاميل فاسكيز محامية نجم هوليوود الفائز بالحكم تحولت إلى نجمة كثر يبحثون عن معرفة تفاصيل عن حياتها وتحليل شخصيتها ويرسمونها على أجسادهم. مع تطور أحداث جلسات مناقشة دعاوى النجمين الأمريكيين المنفصلين جوني ديب وأمبر هيرد، شخص ثالث خطف الأنظار وصار اسمه متداولاً على أوسع نطاق. اسم كاميل فاسكيز محامية ديب يتصدر اليوم قائمة محركات البحث في دول عديدة بعد فوز موكلها. بحسب المعلومات المعروفة عنها، فاسكيز مولودة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها من أصول كولومبية وتبلغ من العمر 37 عاماً. مع إعلان فوز ديب على طليقته، كثر أطلقوا على المحامية لقب المرأة العجيبة نظراً لقوة الأسئلة التي وجهتها لهيرد خلال الجلسات ونظراً لجديتها، على أن الأمر لم يتوقف على أدائها كمحامية فقط، بل تعداه لدرجة التركيز في ملابسها والألوان التي تختارها. خلال جلسات التحقيق، ظهرت فاسكيز بملابس رسمية بألوان داكنة منحتها المزيد من الجدية. بعض المواقع الإخبارية حلل اختيار المحامية دمج الألوان الداكنة مع الألوان الفاتحة برغبتها بالظهور بإطلالة توحي بالتفاؤل. مستخدمون كثر توقعوا أن تكون فاسكيز على علاقة عاطفية بديب، آخرون تمنوا أن تؤدي نهاية القضية إلى حصول تقارب بينهما وأن يستبدل نجم هوليوود هيرد بمحاميته. البعض ومن شدة تأثره بفاسكيز قام برسمها كوشم على جسده، وهو تماماً ما فعلته شابة كندية تدعى جاسمين وولف التي شاركت فيديو لنفسها تقوم برسم فاسكيز على جسمها وأرفقت الرسم بكلمة Objection أي اعتراض.